النور أخي أحمد، أخي العزيز والحبيب، وعلى كل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وكل عام وأنتم في خير، وعلى أهل الرياضة جميعا في هذا البرنامج الكريم وفي هذه القناة الوطنية الفاضلة التي نسأل الله عز وجل أن يحل السلام والأمن على ربوع اليمن الحبيب في كل مكان، وعلى ضيفك العزيز الكابتن القدير باسل عثمان. حياك الله أبو قائد، حياك الله معالي الوزير. أستاذ نايف، أهم ما تتضمنه أجندة وزارة الشباب والرياضة للعام الحالي 2024؟ حياكم الله أخي أحمد. أولا فرحة كبيرة للشعب اليمني في كل مكان في الداخل والخارج في كل محافظات ربوعنا الحبيبة في اليمن السعيد بمناسبة فوز منتخبنا للنسخة الثانية بكأس غرب آسيا، ونحن نحمد الله عز وجل على هذا المنتخب الذي نبارك له ونبارك لكل الأجهزة الفنية ولكل شبابنا ولكل أيضا الأطر الرياضية والشبابية على مستوى اليمن، ونشكر كل من دعم هذا المنتخب في هذه المسيرة الكروية، وكذلك اتحاد كرة القدم وكل الذين ساندوا ووقفوا خلف هذا المنتخب الكبير. نحن في وزارة الشباب والرياضة كنا قد عملنا خطة وخارطة في 23، هذه بإذن الله عز وجل تستكمل أيضا في بداية 24، أهمها في قطاع المشاريع استكمال أكثر من 11 ملعب، ملعب الشهداء في تعز، وملعب الأهلي في تعز، ملعب نادي الصمود في الضالع، ملعب معاوية في لحج، ملعب الشهداء في أبين، وكذلك 4 ملاعب في محافظة عدن، ملعب الجزيرة والروضة والميناء، وأيضا ملعب الجزيرة في صلاح الدين، وكذلك ما تبقى من استكمال ملعب الأولمبي في مارب، وكذلك ملعب سيئون الدولي، وإنشاء ملعبين خاصة في محافظة المهرة ومن محافظة سقطرى. خارطة وزارة الشباب والرياضة استكمال هذه البنية التحتية وما تبقى من صالات رياضية في أكثر من 5 محافظات خاص بقطاع المشاريع والاستثمار، مع وجود أيضا تبني الورشة الثانية للاستثمار في مجال الأندية الرياضية وغيرها مع القطاع الخاص التي ستبدأ إن شاء الله في شهر 3. يعني سيفتح المجال للمستثمرين الاستثمار في الأندية على غرار ما يحدث في كرة القدم السعودية. فخامة الرئيس أيضا التوجيه لمؤسسات كثيرة في الدولة من أجل إشراكها في عمل الأندية الرياضية ودعمها، وكذلك الاستثمار من خلال الأندية الرياضية. فلنبدأ مثلا عدنا وغيرها. معالي الأستاذ نايف، فلنبدأ كبداية. أنا كنت أريد أن أكمل لك الخارطة سريعا، لكن تفضل أخي أحمد. فلنبدأ كبداية إنه الشركات الكبيرة الوطنية كيمن موبايل كالمؤسسة الاقتصادية إنها ترعى أندية. نعم نعم نعم، هناك إن شاء الله سيتم تواصل مع جميع المؤسسات سواء كان في الاتصالات أو النفطية أو مؤسسات الموانئ أو أيضا شركات خاصة في محافظة تعز مارب وغيرها من المحافظات الأخرى. في موضوع قطاع أيضا الرياضة لدينا كثير من الأنشطة ومن الخارطة الكبيرة التي سوف تكون إن شاء الله في 24، انطلاق أكثر من فعالية، انطلاق أكثر من موسم رياضي، المشاركات الداخلية والخارجية، الاستكمال ما تبقى من دعم للاتحادات الرياضية، أيضا استكمال هيئات إدارية خاصة في الاتحادات أو في الأندية الرياضية. خارطة كبيرة إن شاء الله في قطاع الرياضة، قطاع الشباب إن شاء الله استكمال ما تبقى من مراكز التدريب والتأهيل في 4 المحافظات، واستكمال الاستراتيجية 5 سنوات، قطاع التدريب والتأهيل مع اليونسكو، التدريب والتأهيل وغيرها، قطاع المرأة أيضا والإشراف على إدارات المرأة في المحافظات. لدينا خارطة كبيرة إن شاء الله ستحظى بها كل القطاعات الشبابية والرياضية في 24. بالتوفيق. أستاذ نايف، لدي سؤالين، يعني أستغل وجودك. يعني نحن نعيش هذه الأيام فرحة كبيرة بمنتخب الناشئين، لكن خروج أندية عدن عن الخارطة الكروية في اليمن أمر له تأثير كبير على كرة القدم. أين وصلت جهود الوزارة في احتواء الخلاف أندية عدن مع الاتحاد العام لكرة القدم؟ وأيضا عجبني وأنت بداية حديثك أنك تنسب الفضل لاتحاد الكرة وتهني، رغم أنه الاتحاد للأسف يعني تعامل مع هذه التهنئة بطريقة غير سوية. المنتخبات الوطنية هي ملك الوطن أخي أحمد، وهي ملك قومي،
وكل الاتحادات الرياضية تخضع لوزارة شباب الرياضة، ونحيي كل الاتحادات العاملة والفاعلة من ضمنها أخواننا في اتحاد كرة القدم وهذه الإنجازات والمنجزات. ولكن إن شاء الله نحن لا نريد أن نتوقف في هذه النقطة، نريد أن ننظر للمستقبل، يكون هناك ترتيب أكبر ليس فقط في مجال المنتخبات الرياضية ولكن أيضا حتى في مجال الدوري العام الذي ليس له طعم ولا له نكهة بدون وجود هذه الأندية الكبيرة وبالذات أندية التلال والوحدة وغيرها من أندية عدن أو أندية تعز أو أي أندية على مستوى الوطن. البطولات والدوري العام لا يمكن أن يخصى منها وأن يخصم منها وأن يترك أندية يعني لها تاريخ ولها باع ولها إنجازات تاريخية على مستوى الجزيرة. هل هناك نتائج؟ نحن في وزارة الشباب والرياضة دائما نتكلم عن اللوائح والقوانين أخي أحمد. مرجعنا سواء كان اتحاد كرة القدم أو الأندية الرياضية هو القانون واللوائح، نريد الكل أن يلتزم فيها بعيدا عن السياسة والعنصرية وبعيدا عن الشخصنة. وإن شاء الله هناك، أنا أقول لك أن في هناك إن شاء الله تقارب كبير وهناك مساعي كبيرة. نحن في وزارة الشباب والرياضة قمنا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور القدير كابتن عزام خليفة، والتقوا بجميع الأطراف سواء كان في الأندية الرياضية في عدن أو الأخوان في الانتقالي أو المحافظ، وهناك بوادر طيبة جدا. الآن الكرة في ملعب أخواننا في اتحاد كرة القدم، وهي فرصة ومناسبة أيضا لأن نلجم هذه يعني بعض الأصوات التي تريد اليوم أن تزعى تشتيت الوطن من خلال هذه الأندية الرياضية، وأن تكون هذه الأندية الرياضية في كل مكان في كل المحافظات في دوري عام كبير على مستوى الوطن إن شاء الله يشرف الكرة الكرة والرياضة اليمنية ومنجزاتها. معالي الأخ نايف البكري وزير الشباب والرياضة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.